بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. كيفية احتساب ضربات الجزاء هو ده موضوعنا النهاردة. إحنا إزاي أو الحكم بيحسب ضربات الجزاء إزاي؟ أي حكم في العالم، أنا ما بتكلمش على حكم معين. لكن قبل بس ما أبدأ أتكلم عن حكم أو كيفية احتساب ضربات الجزاء، خلوني أبدأ النهاردة بأربع طلبات للنادي الأهلي في شكوى للفيفا أو للكاف اليوم. الأربع طلبات دول طلبات عادلة من مجلس إدارة النادي الأهلي ومن جمهور النادي الأهلي للكاف. خلال الفترات السابقة وخلال الأربع خمس سنين اللي فاتوا، والكل يعلم، الكل يعلم أن النادي الأهلي في هذه الفترة أو الأربع سنين السابقة تعرض لظلم تحكيمي واضح جدا جدا جدا، ابتداء من إيد إنرامو وحاجات لما كنت أنا بلعب كمان أو لما كان الجيل السابق متواجد في الملعب، واتعملت في القاهرة وأمام فريق معرفش هي صدفة ولا إيه، ولكن كان النجم الساحلي في 2006 ولا في 2007 لما خسرنا 2007 لما خسرنا نهائي دوري أبطال إفريقيا هنا في القاهرة. وكان يعني كان ذهاب كان بيحصل فيه ظلم أو حصل فيه ظلم، والعودة حصل فيه ظلم برضو. لو تفتكروا كرة بركات اللي خد فيها الإنذار الثاني وما لعبش المباراة النهائية أو مباراة العودة اللي كانت هنا في القاهرة. وفي القاهرة أيضا اتنين ركلتي جزاء واضحين جدا لشديد قناوي، لكل الناس اللي متذكرة هذا النهائي، ركلتين جزاء. ما بنتكلمش على طرد عماد النحاس، طرد عماد النحاس كان مظبوط 100%، لكن ركلتين جزاء كانوا اي واحده فيهم، احتساب اي واحده فيهم كانت كفيله ان هي تخرج النادي الاهلي فائزا بهذه البطوله. لماذا يحدث دائما الظلم مع انديه معينه؟ ليه؟ محدش عارف. يعني انا طبعا كل ده ممكن يكون صدفه، بالمناسبه كل اللي انا بتكلم عليه ده ممكن يكون صدفه، ممكن تكون مباراة الترجي الشهيرة وإيد إنرامو صدفة برضو إن احنا بنلعب فريق تونسي، ممكن جدا تكون المباراة السابقة وما حدث في المباراة السابقة تكون صدفة. يعني خلينا ماشيين دائما بحسن النية، وأنا بتكلم بجد على فكرة، أنا مش بهزر، أنا بتكلم بجد إن من الممكن جدا أن تكون كل هذه صدف ليس لها علاقة باسم معين في لجنة الحكام أو في هنا ولا هنا، ملهاش علاقة، ملهاش علاقة بالكلام ده إطلاقا، ولكن من الممكن جدا الكلام اللي احنا بنقوله ده يكون صدف بحتة طوال السنين السابقة. فخلينا أقول لحضراتكم الأربع طلبات الشرعية اللي طلبها مجلس إدارة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي اللي هيموت نفسه خلال المباراة أو من بعد المباراة الحقيقة عشان يعرف هو ليه أيمن أشرف خد كارت أحمر. الكل، كل خبراء التحكيم قالوا ان هي فيها شروط متوافره، هتكلم فيها مع حضراتكم تفصيلا يعني، ولكن خليني اقول لحضراتكم الاربع طلبات اللي النادي الاهلي طلبها في شكواه للكاف. كعاده النادي الاهلي، لجأ النادي الاهلي للطرق الشرعيه للحصول على حقوقه، وتقدم اليوم النهارده بس تقدم بشكوى رسميه للاتحاد الافريقي لكره القدم ضد الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التي تشهدها مسابقات الكاف، خاصة ما جرى من الحكم البوتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة النادي الأهلي ضد النجم الساحلي أمس الأول بملعب رودس. ارتكب الحكم العديد من الأخطاء التي أثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر عندما قام بطرد أيمن أشرف مدافع الفريق بعد مرور 12 دقيقة فقط، وهو لم يكن يستحق الطرد وفقا لنصوص القانون. ده اللي هنتكلم فيه كتير. كما تجاهل عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي عندما لمست الكرة ذراع أحد مدافعي النجم الساحلي داخل منطقة جزاء فريقه. غيره بقى إهدار الحكم الكثير من الوقت القانوني، التغييرات والكلام ده كله في الآخر بيديك دقيقة أو دقيقتين وقت بدل ضائع، و عدم احتساب ركلات او عدم احتساب فاولات مؤثره في اماكن مؤثره في الملعب، زي الكره الاخيره بتاعت رمضان صبحي اللي كانت من ناحيه الشمال، ترقص الراجل دخل، يعني ده لو عيل صغير بيحكم هذه المباراه كان شاف ان هي فاول، كان شاف ان هي فاول، لكن طبعا
كل الناس شايفة ان هي فاول الا حكم المباراة.